لو انتي مقتنعه ان البرجر مجرد سندوتشات وملوش اي حضور في رمضان يبقى انتي غلطانه. ممكن البرجر بتاعنا يبقى وجبه حلوه جدا للسحور، خصوصا لو عملناه على شكل سلطه. تعالوا نشوف سلطه البرجر اللي هنعملها النهارده. هنشوي البرجر فوق الجريل من الناحيتين لحد ما ياخد اللون الذهبي. هناخد كل شريحه من البرجر ونقطعها لاربع حتت متساويه، هنسيبها على جنب. في بوله صغيره هنحط زيت زيتون، معلقتين كبار مستردة، معلقتين كبار عسل، معلقة كبيرة من الصلصة الحارة أو التباسكو، معلقتين كبار زبادي، هنرش ملح، فلفل، وهنخفق كويس لحد ما يبقى معانا دريسنج السلطة. في طبق التقديم هنوزع الخس، فاصوليا بيضة، هنحط كمان دورة صفرة، هنحط عليه فاصوليا حمراء، شيري توميتو، حتت البرجر المتقطع، وبعد كده نصب عليهم الدريسنج اللي احنا حضرناه قبل كده. هنزين السلطة بتاعتنا بالتوست المتحمص ونقدمها بألف هنا وشفا.